تحية طيبة لكل مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست وإلى أبرز القصص المتداولة بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. مباشرة إلى عناوين هذه الحلقة من جديد، شبح الترحيل إلى دمشق يخيم على السوريين اللاجئين في الدنمارك. وفي موضوعنا التالي، عيد النيروز أو النوروز، ولادة الأرض والخصب بالتزامن مع عيد الأم وتفاعل السوريين مزدحم. تعمل الدنمارك على نظام يمنح تصاريح إقامة استثنائية للاجئين الأوكرانيين، ليس لديها فقط وإنما في سائر دول الاتحاد الأوروبي. الترحيب الدنماركي اللافت يأتي وسط إصرار هذه الدولة على إعادة اللاجئين السوريين ورفض تجديد إقاماتهم بحجة عودة الأمان، في الوقت الذي لا يزال أو ما يزال القصف والخطف وعدم الأمان متواصل هناك، ليس من النظام فقط وإنما من حلفائه لا سيما روسيا. ليست الدنمارك من قامت بهذه الخطوة فحسب، بل في وقت سابق ألمانيا قامت بهذا الموضوع، حيث أرغم مكتب الرعاية الاجتماعية في مدينة كيمنس شرقي البلاد عشرات اللاجئين من سوريا وأفغانستان على إخلاء غرفهم في المركز الاجتماعي الخاص بإقامة اللاجئين من أجل استقبال اللاجئين من أوكرانيا. خبر أثار وقتها موجة غضب عارمة ليخرج بعدها عضو مجلس اللاجئين في مدينة كولونيا ويعقب على وضع اللاجئين لديهم، ليؤكد أن ما يحصل حاليا هو نقل لبعض اللاجئين من مراكز الاستقبال الأولية الحكومية، وذلك لإفساح المجال للأوكرانيين. بالعودة إلى الدنمارك التي قامت في العام 2019 بتشريع إرسال رسائل إلى 1200 لاجئ تقريبا تعود أصولهم إلى دمشق، وورد في هذه الرسائل بأنها تعيد تقييم وضع اللجوء المؤقت لديها بعد منحهم الإقامة. منذ ذلك الحين تم إلغاء أكثر من 100 إقامة تعود لسوريين، وقد استنفذ هؤلاء فرص نقض ذلك القرار، ما جعل إقامتهم في الدنمارك مخالفة للقانون، ولهذا تم إرسال بعض منهم إلى العديد من مراكز الترحيل المنتشرة في تلك البلاد، حيث تتم مراقبة تحركاتهم بدقة. إلا أن الدنمارك لا تستطيع ترحيلهم نظراً لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين النظام في سوريا. من هؤلاء اللاجئين مريم عوض وآية عوض، شقيقتان سوريتان تقيمان في الدنمارك، صدر قرار بإعادة تقييمهما وعدم تجديد إقامتهما بسبب أن دمشق باتت منطقة آمنة حسب التقييمات الجديدة. خضعت مريم للتحقيق لمدة 9 ساعات بعد إعادة تقييمها قبل أن يصدر قرار بمنح أمهما الإقامة ورفض تجديد إقامة مريم وآية. تعمل مريم ممرضة متطوعة بدار عجزة في الدنمارك وتحديدا في مدينة أوغس، وتبلغ من العمر 22 عاما. كانت الصحفية الدنماركية ليني كاي كتبت على صفحتها في الفيسبوك نقدا حادا للحكومة الدنماركية، تحدثت فيه عن قصة مريم وآية. تقول ليني في هذا المنشور الذي نشرته على صفحتها، نترجمه إلى العربية، تقول: بينما نرحب ترحيبا حارا باللاجئين الأوكرانيين في الدنمارك، تلقيت للتو مكالمة حول فتاتين سوريتين استلمتا للتو إقامتهما من قبل مجلس الهجرة. اعتبر مجلس الشؤون الخارجية أن كلا الوالدين يجب أن يبقيا في الدنمارك، بينما الفتاتان يجب أن يذهبن إلى جحيم الأسد على الأرض. أعمارهما 18 و22، عندما أتيتا إلى الدنمارك كانتا تبلغان من العمر 11 عاما و14 عاما. لم يتبقى لديهما أي عائلة في سوريا، ولا سيما الأصغر منهم يتحدث العربية بشكل سيء. إنه نوع من الاستفسارات طوال الوقت في الزمان وفي الخارج هو الذي يجعلني غاضبة حقا، عندما يواصل السياسيون اليساريون
دعوة اللاجئين للترحيب بهم في الدنمارك. يمكننا الترحيب باللاجئين في الدنمارك عندما نبدأ بمعاملتهم بشكل لائق ولائق، ليس قبل ذلك. لا أحد يدرك الجحيم الذي تمر به هاتان الفتاتان الآن. الأمر فاحش ولا أعذار للأحزاب الداعمة للحكومة القائمة. هذا كان كما قلنا منشور للصحفية الدنماركية ليني كاي، التي كتبت كما قلنا على صفحتها في فيسبوك عن آية ومريم. إلى الآن ما تزال مريم وآية تنتظران مخرجا لهذا مخرج لهذه الأزمة التي قد تودي بهما إلى دمشق، التي باتت آمنة بنظر البعض في الدنمارك وأوروبا. تنضم إلينا الآن من الدنمارك، من مدينة أوغس تحديدا، مريم عوض. تحية لك مريم. مريم وآية أيضا تحية لكما. أهلا، اسمي مريم عوض، عمري 22 سنة، بدرس بدار العجاز، بساعد المسنين الكبار بالعمر. نعم. جيت للدنمارك بعام 2014. إلي 8 سنين عايشة بالدنمارك. من سنة فتحوا ملف بعدم أنه يجددوا إقاماتنا. قعدت بالتحقيق لمدة 9 ساعات تحت الضغوطات النفسية، وبيقولوا أنه سوريا آمنة، وهن يعني بيعرفوا أنه دمشق غير آمنة. نعم. طيب مريم، لأن تحت مريم يعني بالعودة إلى بداية القصة، يعني عندما يعني صدر هذا القرار بإعادة التقييم أنه نرجع نقيم حالاتكم أنت وآية وكثير من السوريين الموجودين بالدنمارك، كيف تلقيتوا الخبر ويعني ماذا فعلتم؟ شو عملتوا لما سمعتوا هذا الخبر؟ هل يعني لجأتوا إلى محامين مثلا أو رحتوا لمنظمات أو كيف، شو الإجراءات اللي عملتوها؟ نحن وكلنا محامي أو عم نستنى موعد محكمتنا هلأ. فينا نروح هلا على مدارس ونتعلم وكل شيء لحديت موعد المحكمة. بس نروح على موعد المحكمة هن يا رح يقولوا لنا إنه حنعطيكم إقامات، يا محرن رح نبعتكم على الأول غايسة سنتر اللي هو رح يرحلوا فيه السوريين. هون بنبطل ندرس، ما عاد في إلنا شيء. يعني أثر هذا الموضوع على دراستكم وأثر على حياتكم وعلى؟ أكيد هذا الشيء بيأثر، بس عم نحاول نكون قوايا. طيب يعني ما طيب لو سألنا آية، يعني آية عندك نفس الظرف، يعني أنت كمان بتدرسي أو؟ إيه أنا اسمي آية، عمري 18 سنة، بدرس كومنيشم هو إف فستقي، وكنا عايشين بجديدة الفضل. نعم. طيب خلينا نرجع لموضوع القرار وموضوع الترحيل، يعني هلا وين صارت القضيه اليوم، وين هي، وين واقفه القضيه؟ هل هي لسه شغاله بالمحكمه ولا عم تنتظروا انتم قرار اخر او استئناف او عملتوا استئناف؟ يعني وين وصلتوا بالقضيه؟ عملنا استئناف، بس هلا عم نستنى بس قرار المحكمه، يعني بدنا موعد لنروح على المحكمه عشان بدنا نشرح لهم انه سوريا غير امنه، إنه نحن ما فينا نرجع على دمشق لأنه أنا أهلي مطلوبين. عامة يعني نحن عائلتنا كلها مطلوبة، بابا مطلوب، يعني إذا بننزل مطلوبة من قبل الجهات الأمنية في النظام في سوريا. طيب يعني متى متوقع إنه هذا القرار يصدر، قرار المحكمة يعني؟ وإذا صدر القرار قديش بيكون معكم وقت لحتى يتم تنفيذه أو الاعتراض عليه حتى؟ هلا نحن ما بنعرف قديش في وقت، بس يعني بأي لحظة حيبعثوا لنا موعد محكمة، وهن بيعرفوا يعني إنه هن بيحكوا لنا إنه سوريا آمنة، ونحن بنقول إنه سوريا غير آمنة تحت نظام حكم بشار الأسد القاتل القائم على قتل والتعذيب والقيام بجرائم لا إنسانية. طيب المحامي شو عم بيخبركم؟ يعني شو عم بيقولكم انه هاي القضيه ممكن نحن نكسبها وانه نطعم بهذا القرار وانه تنحل القصه ولا كيف؟ هلا نحن ما فينا نقول انه حنربحه، ما فينا نقول انه حنخسره،
نحن لازم نكون قد هذا الشيء وندافع عن حالنا. يعني هن ابدا ما عم يقتنعوا انه سوريا غير امنه. طيب يعني آية ومريم بمثل هي الحالات يعني عم دائما نسمع بيكون في منظمات انسانيه، بتكون في منظمات حقوق انسان بتشتغل بهي المواضيع، ما حاولتوا تتواصلوا مع هي المنظمات او هي المنظمات نفسها تتواصل معكم، خاصه انه في صحفيه دنماركيه كتبت عن الموضوع، يعني ما حرك اي شيء بهذا الموضوع؟ ما حدا. لينا كاي بتتواصل معنا على طول، وهي كثير واقفه مع السوريين، وهي ضد الحكومه الدنماركيه شو عم تاخذ قرارات، وكتير واقفة وكتير ساعدت عالم. ونحن مش تتركين أنا وأختي بمنظمة دنماركية اللي هي لينا كاي، يعني بنطلع معها كتير، وهلأ بدنا نطلع نحكي معها على صفحتها وكل شيء. يعني ونحن هون مش تتركين بمنظمة لضد بشار الأسد، وبنطلع فيها مظاهرات وبنوزع فيها بروشورات. ومن فترة أسبوع كنا بذكرى الثورة السورية، نعم. أنا وأختي صورنا فيها وعملنا مقابلات وطلعنا حكينا بالدنماركي، إنه حكينا للشعب الدنماركي إنه سوريا غير آمنة. نعم. واسم المنظمة SFD. طيب يعني يا مريم وآية، إمتى متوقع إنه يصدر هذا الحكم؟ يعني قديش معنا شهر، أقل من شهر، قديش متوقع؟ هلا في عالم إلى سنتين عم تستنى، وفي عالم إلى سنة، وفي عالم خلال 4 شهور. يعني أنت وحظك مبين، غير واضح، ما مبين. طيب أنا بدي أتمنى لكم توفيق مريم وآية. يعني نحن كمان ما فينا ننزل على سوريا، لأنه بشار قاتل والسفاح وبيضرب شعبه وضربنا بالكيماوي، نحن ما فينا نرجع سوريا أبدا. نعم، يعني على أمل يعني أن تصل هذه الصورة إلى يعني من يفترض أن تصل إليهم هذه الصورة من جهات أو سلطات معنية، سواء في الدنمارك أو في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. يعني كما شاهدنا يعني فتاتان بعمر الورود كما يقال، يعني 22 و18 سنة، هي أعمار يعني لسه طلاب، لسه نحن عم نحكي عن ناس بالمدرسة، يعني طلاب بالمدرسة. يعني عندما هاجروا من سوريا أو هربوا من سوريا كان عمر إحداهما 11 سنة والثاني 14 سنة، واليوم عم بيواجه خطر العودة إلى سوريا، إلى هذا الجحيم كما وصفته الصحفية الدنماركية قبل قليل. بدي أتمنى لكم توفيق مريم وآية لكم ولعائلتكم، وبتمنى أنه ترجعوا يعني تتحل هي الأزمة، أزمة المحكمة، وتاخذوا حقكم أكيد باللجوء. كنت بدك تحكي شيء إليك الهوى مريم؟ بدنا نحكي أنا وأختي كلمة. تفضل يا أختي. إن شاء الله نحن ما نرجع سوريا، وما لنا أبدا إنه إن شاء الله ما نرجع لعند القاتل السفاح اللي بيقتل شعبه. وكل شيء على فكرة عم يرجع على سوريا، عم ينخطف وبيتم اعتقاله، وفي ناس كتير اختفت بنعرفها، يعني نزلت واختفت، يعني ما عاد بين لها أثر. كل الشكر لكما مريم وآية عوض، كنتما معي من مدينة أوس بالدنمارك. في 21 من كل شهر آذار مارس من كل عام يحتفل الكرد السوريون في سوريا وحول العالم بيوم النوروز أو النيروز، يوم الاعتدال الربيعي وبداية التقويم الشمسي، وهو عيد تحتفل به شعوب منطقة فارس وأفغانستان وأذربيجان والعراق وتركيا وسوريا وغيرها من الدول. ولهذا العيد أصل تاريخي، قوامه الأساس كوى الحداد الذي أضرم النار على قمم الجبال بعد إسقاطه لعرش الظلم والطغيان المتمثل بالملك الضحاك أو سرجون، الذي كان يذبح في كل يوم عددا من خيرة الشبان لأجل علاج وصفه مستشاروه له. يحتفل بهذا العيد نحو 300 مليون إنسان حول العالم، ومن مراسم هذا العيد تجهيز مائدة خاصة تسمى سفرة هافتسين، أو سفرة السينات السبعة، التي تحتوي على 7 أشياء تبدأ بحرف السين، كما نشاهد في هذه الصورة التوضيحية التي نشرها أو نشرها موقع بي بي سي.
في جلسة شباط من العام 2010 قررت اليونسكو إدراج عيد النوروز في القائمة النموذجية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، كما اعترفت بيوم 21 آذار بوصفه يوم نوروز الدولي أو العالمي. احتفالات النوروز عمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في كل مكان، تنوعت أشكال الاحتفال أيضا بهذا اليوم والمصادف أيضا ليوم الأم أو عيد الأم في عدد كبير من الدول ومنها سوريا بالتأكيد. على طبعا هذا الهاشتاج هاشتاج عيد النوروز غرد الآلاف حول العالم حول هذا العيد وكتبوا العديد من المنشورات. ما هو النوروز أو النيروز وما أصله؟ دعونا نتعرف عليه أكثر في هذه المادة من إعداد الزميل هاني السباعي. احتفالات طقوس متزامنة بالكثير من الدول، يمكن رصدتها أو شاهدتها أو حتى شاركت فيها. النيروز أو النوروز عيد بيحتفل فيه الكرد بالعالم إلى جانب شعوب آسيا الوسطى والصغرى وإيران بمناسبة رأس السنة الجديدة، أول يوم بالتقويم الشمسي وأول يوم بالربيع. طيب شو بتعني كلمة النوروز؟ تعددت الروايات والأساطير اللي حكت عن أصل النوروز، وبحسب اللغة الكردية تتألف الكلمة من مقطعين نو وروز وبتعني يوم جديد، وتبعاً للثقافة الكردية بيعود أصل العيد لقبل 2700 سنة، يعني خلال حقبة ملك إيراني اسمه سرجون ويلقب بالضحاك، وكان هالملك ظالم لدرجة أنه بيذبح كل يوم عدد من خيرة الشباب تنفيذاً لوصفه من مستشاري لحتى يشفى من مرضه. وبهداك الوقت كان في رجال بيشتغل حداد واسمه كاوا، ثار على الملك وأضرم النار بجبال ووديان كردستان كإشارة لنهاية حكم هذا الملك الظالم والتخلص من الاستبداد والعبودية. ولليوم بيخرج الكرد للطبيعة لإقامة حفلات شعبية وإشعال النيران بقمم الجبال. وبعام 2010 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النيروز يوم دولي للسلام. النوروز رسالة الحياة والأمل والتحرر ومواجهة الاستبداد. إذن هذا كان يعني أحد الروايات الكثيرة التي تروى عن عيد النيروز. طبعا في إطار ذلك احتفلت الكثير من الفعاليات طبعا السورية بهذا الموضوع، منها الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء احتفل بهذه المناسبة عبر مقطع فيديو نشره على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر، هنأ في عناصر الدفاع المدني السوريين بمناسبة عيد النيروز. نتابع المقطع المنشور سويا. أبناء دفاع مدني السوري روى نوروزي حموم لتي مي كورد السوري والجيانة تبدأ عند بيجين ججنا وبيروز با وبر نوروزا أم وخير وخاشية دا ببينن دغازة بعيد نوروزة سلامات با بازديار با لسوري الملات هفاي با نوروز مبالا رزقارنية بين دستية ونوى كرانة جيانة وتفكاتنا شورشة سوريا جبو أزادية ورماتية دکاوه سالا خداویا که امش همی گلی سوریه را آزادی وک هویه و رومات هوی دکن. كان هذا إذن الفيديو الذي نشره الدفاع الوطني الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء. أيضا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الممثل شبه الوحيد سياسيا للثورة السورية حتى الآن نشر بيانا هنأ فيه الكرد السوريين في هذا البيان طبعا مشيرا إلى أن نضال السوريين كان وما يزال نضالا يلتقي مع معاني النوروز في الانعتاق من الظلم ونشر الحرية والسلام ومشروعا لصون الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والحفاظ على الإرث الحضاري لوطننا. وعلينا بحسب البيان أن نؤمن جميعا بأن النضال من أجل صون حقوق الجميع كشركاء في هذا الوطن هو الضمانة الحقيقية لسوريا الجديدة. وعن الاحتفالات فقد شهدت العديد من المناطق في سوريا احتفالات بهذه المناسبة، منها في ريف حلب وعفرين بالتأكيد والحسكة والقامشلي، وتم تداول الكثير من المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي. ختام قصتنا هذه وختام حلقتنا أيضا بهذا المقطع نختم به ونتابع. Oh.
إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست لليوم. مشاهدينا غدا لقاء جديد وحلقة جديدة وأخبار جديدة في ريبوست. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله. كان معكم عابد ملحم. إلى اللقاء.